الو، السلام عليكم، مستشفى الوفاء. لو سمحت من فضلك، مش الاستاذه ملك يونس محجوزه عندكم؟ لا، كده ممكن. اوكي، انا معاكي. ملك، انا شايف انك تصبري يومين لغايه ما تستريحي. ما انا بعمل كده علشان ارتاح يا اكرم. يا ابني ما تتعبش نفسك معاه، ما انت عارف دماغها. ايوه يا طنط، بس تحضر الحفله اللي عاملينها لها قبل ما تمشي. ايوه تمام. امتى بقى؟ مفيش طياره اقرب من كده؟ خرجت امتى؟ من ربع ساعه بس. طيب من فضلك ممكن توصليني بنزيله تانية اسمها عبير فاروق؟ يا سلام، يا سلام. وحشتيني قوي قوي يا اشقى ولاذ صحفية في بلاط صاحبة الجلال. خفتي بسرعة بقى يا بنت، انتي مالكيش حجة خلاص. الدنيا ضحكت لك تاني والشهرة فتحت دراعها وخدتك بالحضن. ويا رب عيش لحد ما اشوفك احلى نجمة في السماء. دكتور سليمان العرين. والله انت بتهزري يا سمر، يعني مش قادرة تخليه يستنى لحد ما اخلص اشعة؟ وربنا قلت له، وهو حتى كان كده كده عايز يستنى لوحده، وفضل يحكي معايا في قصتك مع ملك يونس. واول ما قلت له انها مسافره للادي على باريس بعد الحفله اللي هتحضرها في القناه، فضت من قدامه كان في عفريته شافها قدامه، بس طلب مني رقم تليفونها فديتهولي ومشي. ها، فتحت يا دعاء؟ ولا عايزه تنطق، انا مش عارفه عليها ايه السديها العجيبه دي. لا دي حكايه طويله شويه، هبقولها لك بعدين. طب ايه رايك انا هكلم ميسه يمكن تلاقي لنا ليها حل. لا ميسه مين، مفيش وقت، هاتيها وانا هبقى اشوف لها مليون حل في باريس. ها، انت اكدتي الحجز؟ ايوه طبعا اكدته، بس لسه بدري. انا مش عارفه انت مستعجله على ايه يا ملا. انا تجهزي شويه، الحفله كلها في انتظار تشريك سعادتك. خلاص خلاص يا اكرم، هو انا بقفل حاجتي عشان ما ارجعش تاني. والله ما انا شايفه داعي للحفله والورد والحوارات دي كلها. ها اتفضل يا سيدي. بالذمه مش حرام عليكم المصاريف اللي انتوا عمالين بتبعزقوها في الارض دي؟ ده مش تبعنا حضرتك. امال تبع مين؟ ده ضيف واقف بره وعايز يقابل حضرتك. اتفضلي. ضيف ويطلع مين ده كمان؟ ايه؟ دكتور سليمان، اسمح لي اعبر لك عن اعجابي الشديد بذكائك وسرعه اختيارك للوقت المناسب واستثمارك لفرص جهنميه. بس للاسف ذكائك المره دي خانك وضحك عليك، لان موقفي مش ممكن يتغير بزياره لطيفه وشويه ورد. انا مش فاهم حاجه، موقف ايه اللي يتغير يا ملك؟ ايه 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 ايه؟ ملك؟ هو حضرتك متصور انك بتكلم ممرضة عندك في المستشفى او صحفية مأجورة جاية تضحك عليها عشان تشتغل لحسابك؟ انا الاستاذة ملك. ايه ده يا جماعة، شوية ما ينفعش كده. استر وحيد، انا اسفة جدا ويا ريت تسامحني على انفعالي بالطريقة دي، بس اكيد حضرتك هتديني العذر لانك عارف مبرري كويس جدا. طيب وانا كمان مش من حقي يا استاذة ملك ان انا افهم مبرراتك علشان اعرف السبب الهجوم الفظيع ده؟ مش ممكن، لا بجد مش ممكن. هو حضرتك مصمم تستفزني وتستخف بيا؟ اسمع يا دكتور سليمان، انا لاخر لحظه مضطر اشكرك على اللفته الكريمه اللي انت قدمتها لي دلوقتي، وبرجوك لو سمحت تكون دي اول واخر مناسبه تجمعنا في مكان واحد لغايه ما نتقابل فرصه تانية خالص تكشف كل واحد فينا على حقيقته قدام الناس كلها. تكشف يعني ايه تكشف؟ ايه ده دكتور سليمان؟ معلش ممكن كلمتين في الكتاب لازمك لو سمحت؟ سمحت. اتفضلوا يا اساتذه، كل واحد يروح مكانه لو سمحتوا. على فكره يا ملك، انت اتسرعتي وما كانش ينفع انك تعملي كده.
أجلي أي كلام دلوقتي يا دعاء، أنا أعصابي متدمرة ومش هستحمل أي مناقشة. خلاص يا دعاء سيبيها تهدى شوية بعد ما نتكلم. مستر وحيد أنا بكرر أسفي بس أنا فعلا. يا ستي مالكيش دعوة بيا وخليكي في نفسك، هاتي لنا ليمون يا دعاء. ما تجيبيش أي حاجة، بس بعد إذنك اتصلي بشركة السياحة بسرعة وكنسلي الحجز. أكنسل؟ حالا. أنا مش هسافر ولا عندي أي استعداد أسيب البلد دي لحظة واحدة، طول ما الصنف ده لسه عايش فيها وبيمشي على أرضها. أنا دكتور سليمان، أنا صحيح معترض على التجاوز اللي عملته ملك، بس في نفس الوقت مش قادر أقتنع إن حضرتك مش عارف إيه السبب اللي خلاها تعمل كده. يا سيدي أنا مش فاهم أي حاجة، ومش فاهم إيه موضوع تلطيف الأجواء اللي حضرتك بتتكلم عنه ده، إذا كانت دي أول مرة في حياتي أنا أتكلم معاها فيها. أول مرة أتكلم معاها فيها، بس أكيد حضرتك قريت اللي كتبته في جريدة مصر الحرة من 4 شهور. كتبته هي مذيعة ولا صحفية ولا؟ نعم. يا سيدي الفاضل، أنا آخر مرة في حياتي قريت فيها جرايد كان يوم 12 سبتمبر سنة 2001 بعد هجمات نيويورك دي. توقعت المهازل اللي هتحصل بعد ما قريت صفحتين، فخدتها من قصيرها وبطلت أتابع أي أخبار. أنت مش تصدقني ولا إيه؟ حتى لو صدقتك يا دكتور، صعب قوي إن أنا أتخيل إن حضرتك ممكن تكون تعبت نفسك وسبت مصالحك وارتباطاتك عشان تجامل ملك يونس مجاملة بريئة لمجرد انها صعبت عليك علشان اللي حصلها ولقيته للناس، وفي نفس الوقت ما يكونش عندك علم بانها فتحت النار على المستشفى بتاعت سعادتك. المستشفى بتاعت هنا؟ طيب انا هفترض ان حضرتك ما قريتش ولا كلمة من اللي كتبتها ملك. مفيش حد من معارفك، اصدقائك، الدكتورة شاهيناز نفسها لفتت نظرك للعناوين دي؟ شفت بقى، أنا مش قلت لسيادتك أكيد في أسباب تانية فضلت تحتفظ بيها لحد ما نتقابل؟ لأنه اللي هتسمعيه دلوقتي ما ينفعش يتقال في التليفون يا دكتورة. أنا كده اتشوقت قوي يا محسن بيه، وياريتني فوت أي مقدمات تقليدية ممكن تستهلك وقتنا على الفاضي. وأنا ما عنديش مانع، أنا هدخل في العمق على طول، بس بعد ما تجاوبيني على سؤال واحد، هو ممكن يبقى سؤال حساس شوي. لا براحتك اتفضل. ايه اللي خلاك تكلفي الباشمهندس شريف بإدارة شركة الأدوية بتاعتك وتعينيه عضو منتدب للشركة رغم ان مؤهلاته ملهاش اي علاقة بطبيعة النشاط؟ السبب بديهي طبعا، شريف اخويا الوحيد واكتر واحد أأمن له على فلوسي، ده غير ان انا واثقة جدا من اسلوبه في الإدارة، والدليل هو النجاح المستمر والأرباح اللي بيحققها كل سنة. ويا ترى عندك نفس الثقة إنه ممكن ينجح في الاتجاه التاني؟ اتجاه إيه؟ السياسة. أنت عايز مني إيه بالظبط؟ الطريقة اللي حاولت تتعرف عليا بيها، واتصالاتك اللي ما كانتش بتتقطع ليل ونهار، وإصرارك على إنك تقابلني بأي تمن، خلوني متصورة سوري يعني إني جاية أقابل شاب تافه عجبته بنت وعايز يعمل معاها اي ريليشن، وفجاه لقيت قدامي واحد ثورجي عمال يكلمني في السياسه والغنى والفقر والمشاعر الوطنيه. تصدقي فعلا حاجه تحير؟ انا ما بقولش نكته يا خالد، الحكايه فعلا كومبليكيتد ولازم افهمها. انت طلبت تقابلني ليه؟ وانت ليه وافقتي تقابليني يا شهد؟ يعني ايه اللي خلاكي توافقي تقابليني ما دام حسيتي ان انا شاب تافه وعايز اسلي نفسي باي علاقه وخلاص؟ بصراحه مش عارف، يمكن الفضول، يمكن الفراغ والوحدة اللي أنا عايشة فيهم دلوقتي، ويمكن استفزازك ليه باستمرار، بس هو فعلا قرار غبي ولازم يتصلح. مرسي قوي على الدنر. استني يا شهد، انت مش عايزة تعرف انا ليه عملتلك الإزعاج ده كله؟ وكنت مصمم اتعرف عليكي من يوم ما شفتك في حفلة الوزير؟